نازلين كلنا سوا اليوم كرمال البنزين، بس هالمرة الشباب مش نازلين يعتصموا كرمال تسعيرة التنكي. الشباب قرروا يتحركوا طيحافظوا على البنزينات اللي دفعوا حقهم وعبوهم بريزرفوار واللي عم ينسرقوا منهم على عينك يا تاجر. تقريباً كل يوم إذا لقيت صفي هون على البحر بصفه مثل ما شايفين. جيت نهار صفيت بعد الظهر وراجع عشية، لاحظت إنه غطى السيارة مقبوع. بتطلع على الأرض بلاقي كله بنزين. هلأ شفت إنه كمان الطبة مقبوعة هون، كانت طبة مقبوعة. بس فتح السيارة ضربت كونتاكت، انتبهت إنه البنزين قاشط، فاضي البنزين. هون طلعنا لتحت السيارة شفنا إنه مفخوط الريزرفوار وعم ينزل البنزين كله على الأرض. هديك تنين كنت رجع سيارتي على الساعة 9 إلا ربع، طلعت فيها ما انتبهت إنه في بنزين تحتها. بيجي شخص بدق لي على الشباك بيقول لي إنه في بنزين تحت السيارة، بطلع منها بيطلع إنه معه حق، بيقول لي إنه هو صافف شوي لقدام وزاد الشغلة صايرة معه. يلي كان عم يعمل هالعملة هو سائق تاكسي معه نيسان سودا، معه مقدح على الكهرباء، بينزل بيقدحها، معه جالون بنزين لينيمه تحت الريزرفوار، بفضل بنزينات بس يملي بيسحبه، وإذا كان في بعض بنزين أكيد بحط جالون تاني لأنه معه كذا واحد. كمان اكتشفنا إنه هيدا الشيء ما عم بيصير بس بالأيوبي. شخص معه هوندا سي آر في خبرته الشركة إنه عم بيوصلن طلبيات تقريباً كل يوم كرمال ريزرفوار، مش بس من الأيوبي على البحرية، من كورنيش المزرعة ومن كمان سليم سليم. السائق وفر على جيبته وتكس على حساب غيره، واللي أكل الضرب طلع بخسارة كبيرة، حق البنزين وتلحيم الريزرفوار هو الله بيعوض عليه. وعليكن إذا وصل الدور لألكن. يعني قد ما في طرائف موجعة بهذا البلد، بعد شوي رح نطلع على السطح وما نلاقي خزان المي مثلا، أو نرجع ننزل نلاقي إنه ما في دولاب للسيارة. بس وكمان بركي في ألارم بيخترعوه للبنزين حتى تقدر كمان لحق السيارة ما تنسرق. بس اللي بيخوف الخبرية إنه عم بيطلعوا يلاقوا بنزين على الأرض. بعرف إنه الكمية يمكن ما تأدي لأنه يصير أي مشكلة، بس بحسب الكمية اللي نازلة من السيارة هذا كمان ممكن يعرض أي شخص لمشكلة إذا بدخن او اذا وقع منه شيء بيحرق. فعلى امل انه هذا الموضوع يتدارك بسرعه، علما انه يمكن في معلومات انه توقف هذا الشخص، بس ما تصير موضه كمان هيدي المساله.